مساء النور والبركة. النشرة الإخبارية من تلفزيون سما، إليكم أبرز عناوينها. بمشاركة سوريا، اجتماع المندوبين وكبار المسؤولين ضمن الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية. معارك السودان تدخل شهرها الثاني، اشتباكات بالأسلحة الثقيلة شمال الخرطوم. البرلمان الألماني يعارض تزويد كييف بمقاتلات ألمانية، وبريطانيا ستزودها بمئات الطائرات المسيرة الانتحارية. استمرارا للاجتماعات التحضيرية لأعمال القمة العربية، انعقد في جدة بالمملكة العربية السعودية اجتماع المندوبين وكبار المسؤولين بمشاركة وفد سوريا الذي يترأسه معاون وزير الخارجية والمغتربين الدكتور أيمن سوسان. ويضم الوفد مندوب سوريا الدائم في الأمم المتحدة السفير بسام الصباغ، ومدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية والمغتربين السفير رياض عباس، ومدير إدارة المنظمات الدولية والمؤتمرات قصي الضحاك، ومندوب سوريا الدائم للجامعة العربية في القاهرة باسل سكوتي، وإيهاب حامد من مكتب الوزير. وفي تصريح له بعد انتهاء جلسات اجتماع المندوبين وكبار المسؤولين في جدة، قال معاون وزير الخارجية والمغتربين الدكتور أيمن سوسان إنه تم استكمال مناقشة مشاريع القرارات المدرجة على جدول الأعمال، وغدا الخميس ستعرض في اجتماع وزراء الخارجية. تم استكمال مناقشة كافة مشاريع القرارات المدرجة على جدول الأعمال، والتي تحاكي معظم القضايا الموجودة على الساحة العربية. أشبعت هذه القرارات نقاش، البعض منها ربما بحاجة إلى المزيد. غدا سوف تعرض على اجتماع وزراء الخارجية للبت فيها واتخاذ القرار اللازم. افتتحت الجهات المختصة مركزا للتسوية في بلدة أم الميادن بريف درعا الجنوبي الشرقي، وتم تسوية أوضاع عدد من المطلوبين من سكان البلدة. وذكر مصدر في الجهات المختصة في درعا أنه تم تسوية أوضاع 25 مطلوبا من أبناء البلدة، وعادوا إلى حياتهم الطبيعية بعد تسليم أسلحتهم. ولفت إلى أن فتح مركز التسوية يأتي في إطار تعزيز الأمن والاستقرار. استهدف الجيش العربي السوري بضربات مركزة مواقع لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي، ردا على مواصلة التنظيم خروقاته اتفاق وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد شمال غربي البلاد، في حين أردت وحدات من الجيش العديد من دواعش البادية. وأكد مصدر ميداني غير رسمي أن وحدات الجيش العاملة بقطاع ريف حماة من منطقة خفض التصعيد استهدفت بالمدفعية الثقيلة مواقع النصرة الإرهابي وحلفائه في العنكاوي والسرمانية ودوير الأكراد في سهل الغاب الشمالي الغربي، في حين وجهت الوحدات العسكرية العاملة بريف إدلب رمايات نارية إلى مواقع الإرهابيين ونقاط تمركزهم في البراس فوهن فليفل بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، وفي محيط معرة النعسان بريف إدلب الشمالي الشرقي. وذكر المصدر أن وحدات من الجيش استهدفت بقصف مدفعي مواقع للنصرة في محيط بلدتي كفر تعال وكفر عمة في ريف حلب الغربي. انطلقت دعوات فلسطينية لرفع العلم الفلسطيني في كل الساحات ردا على مسيرة الأعلام في القدس المحتلة. وأكدت الدعوات على أهالي الضفة وغزة والقدس والداخل المحتل والشتات لرفع العلم الفلسطيني ميدانيا وإلكترونيا
ردا على مسيرة الإعلام. كذلك قالت وسائل إعلام العدو إن المؤسسة الأمنية والعسكرية لدى الاحتلال رفعت مستوى الاستنفار والتأهب قبيل مسيرة الأعلام التي ستجري الخميس المقبل، في وقت حذرت فيه من أن بعض التصريحات غير المسؤولة لوزراء في حكومة الاحتلال وسياسيين آخرين حول الحرم القدسي والقدس قد تشعل المنطقة. فيما أعلنت شرطة الاحتلال حالة استنفار قصوى للتعامل مع هجمات بل وحتى إطلاق صواريخ خلال مسيرة الأعلام المرتقبة. عثرت قوة من اللواء 12 في الحشد الشعبي العراقي على مضافة يتخذها الإرهابيون ملاذا لهم في غرب قضاء الطارمية. جاء ذلك ضمن العملية الأمنية الواسعة التي انطلقت للبحث عن مطلوبين وبقايا عناصر داعش وتأمين شمال العاصمة بغداد. استطاعت قواتنا في الكثير من تلك العمليات أن تحظى بالكثير من معدات العدو وأماكن تواجده بشكل مؤقت. يستغل العدو بشكل متواصل الطبيعة الطبوغرافية المعقدة في هذه المنطقة من بحيرات وطرق مرور إجبارية. أكد مصدر عسكري في الجيش السوداني إحباط هجوم واسع لقوات الدعم السريع على القاعدة العسكرية الجوية في منطقة وادي سيدنا بأمدرمان. في المقابل أعلن الدعم السريع سيطرته على معسكر السواقة شمال الخرطوم بحري، وأضاف بيان للجيش السوداني أن قواته كبدت الدعم السريع خسائر فادحة أثناء تصديها لمحاولتهم السيطرة على قاعدة وادي سيدنا الجوية. كما أعلن الجيش تصديه لهجوم آخر على معسكر الكدرو شمال الخرطوم بحري، مؤكداً السيطرة على عدد من الآليات العسكرية التابعة لقوات الدعم السريع. فيما أعلنت قوات الدعم السريع السيطرة على معسكر السواقة وعدد من المعسكرات شمال الخرطوم بحري وأسري أكثر من 700 من عناصر الجيش السوداني. جاء ذلك بعد تجدد الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع حول جسر الحلفاية ومنطقة شرق النيل، ترافقت مع تحليقا للطائرات الحربية فوق العاصمة. أوضح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف أن بلاده ستعزز إنتاج الأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة ووسائل التدمير إلى الحد الأقصى، وذلك بعد انسحابها من معاهدة الأسلحة التقليدية في أوروبا. وأضاف ميدفيديف: مجلس الدوما صادق على التخلي عن معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا، وفقدت هذه الوثيقة أهميتها بالنسبة لنا في 2007، لكن الآن حتى في سياق الالتزامات الدولية المعلقة سابقا لا شيء يمنعنا من نشر أسلحتنا، حيث نريد الحماية لمصالحنا الوطنية بما في ذلك الجزء الروسي من أوروبا. عارضت لجنة الدفاع في البرلمان الألماني تزويد كييف بطائرات مقاتلة ألمانية. وقالت رئيسة لجنة الدفاع ماري أغنيس زيمرمان قالت إنه لا ينبغي أن تحلق مقاتلات غربية سواء كانت من طراز تورنيدو أو يوروفايتر فوق المجال الجوي الأوكراني، وبررت ذلك لجملة صعوبات من بينها صعوبة التدريب، فيما بيّنت أنه يجب تزويد كييف بأنواع أخرى من الطائرات مثل طائرات ميك 29 سوفيتية الصنع أو مقاتلات F-16 أمريكية الصنع. أعلنت صحيفة التلغراف أن المملكة المتحدة سترسل إلى أوكرانيا مئات الطائرات المسيرة الانتحارية سيتم تسليمها في الأشهر المقبلة. وقالت الصحيفة أن تلك الطائرات تم تصنيعها خصيصا لدعم كييف في ساحة المعركة، ويبلغ مداها أكثر من 200 كيلومتر أي أكثر من ضعف مدى صواريخ هامرس،
وتكمل عمل صواريخ ستورم شادو التي أمدت بها بريطانيا نظام كييف مؤخرا. وتختص تلك الطائرات وفقا للصحيفة بحمل ذخائر وطورت بتكاليف أقل بكثير من غيرها، إلا أن تأثيرها مماثل لقذيفة المدفعية. إلى العناوين. بمشاركة سوريا، اجتماع المندوبين وكبار المسؤولين ضمن الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية. معارك السودان تدخل شهرها الثاني، اشتباكات بالأسلحة الثقيلة شمال الخرطوم. البرلمان الألماني يعارض تزويد كييف بمقاتلات ألمانية، وبريطانيا ستزودها بمئات الطائرات المسيرة الانتحارية. شكرا لكرم المتابعة، نلقاكم دائما بخير.